فتح النشاط ده حاجة طيبة جدا من الدولة، واحنا بنساند الدولة في هذا القرار وبندعم هذا الموضوع بكل الإجراءات الاحترازية اللي وزارة الشباب أقرتها، أكواد السباحة اللي عندنا أقرتها. يمكن أنت شايف حتى إحنا كلاعب كرة الماء لا منتظرين لسه شوية، شغالين على التباعد حتى في الحارات، شغالين على الأساس السباحة بتاع الولاد، بنجهزهم من غير الكرة. الإجراءات الاحترازية في النادي الأهلي يمكن في بنود معينة جات من وزارة الشباب، لا إحنا أضعفها يعني حقيقة. يعني لو تشوف الإجراءات الاحترازية اللي نازلة من النشاط الرياضي، الإجراءات الاحترازية اللي إحنا مطلعينها هنا كجهاز ألعاب الماء، يعني كلها بتدعم الدولة، بل يعني إحنا كمان بنصر على سلامة اللاعبين عندنا وسلامة أولياء الأمور وسلامة المنظومة كلها. هو طبعا إحنا يعني بعتين للأولاد كده، عاملين جروبات لكل مرحلة، بعتين الإجراءات دي والتعليمات التعليمات السلامة لكل لاعب. طبعا من بداية دخول النادي طبعا لازم الكمامة دي موجودة، أنا قلعتها عشان بس نتكلم، لكن هي دي لازم، ودي دي حرص الحماية ليا وحماية الحماية للآخر. يعني أغلقنا طبعا هنا كحمام السباحة غرف خلع الملابس، لأن طبعا إحنا كل القصة مش عايزين التباعد بين اللاعبين حفاظا على صحتهم. فطبعا قافلين غرف خلع الملابس زي ما أنت شايف النظام، عاملين الكراسي دي، الحارة أقصى حاجة اتنين لعيبة، يعني عاملين جروبات كده لكل مرحلة بمدربينهم، بمدرب اللياقة البدنية بتاعهم، متابعين الأسلوب التغذية، عاملين ليسونز كده لكل مرحلة سنية، شغالين عن طريق الانترنت وكده، زوم، شغالين مع الولاد، متابعينهم كويس جدا، بحيث ان هم ما يرجعوا ما يبقاش بعاد، يعني يقربوا المسافه شويه، بحيث ان لما يرجع ما يبقاش بعيد. يعني رسالتي ان انت شرف ليك ان انت بتلعب وبتمثل النادي الاهلي، ودي حاجه كبيره جدا. انا دايما بقول لهم في ناس بتمشي جنب سور النادي بيتصور جنب سور النادي لقيمه النادي الاهلي، فدايما انا ببلغهم بقول لهم انت قيمه كبيره ان انت عضو من 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 اعضاء النادي الاهلي والمنظومه الكبيره لمنظومه النادي الأهلي. لازم تبقى قدها وقد المسؤولية، ودايما النادي الأهلي نمرة واحد.